أثنى اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على جهود وزارة شؤون الإعلام في تغطية الحدث الرياضي المهم، مؤكدا أن العاملين في هذا القطاع الإعلامي هم الجنود المجهولون خلف الشاشات. هذا وساهمت وزارة شؤون الإعلام في تغطية الإنجاز الرياضي البحريني عبر تغطية إعلامية منوعة ونشر أخبار مخصصة لهذا الإنجاز في عصر الذهب. ومن تحقيق الحلم البحريني على مستوى بطولة الخليج إلى باتجاه المرمى، الجهود الوطنية استمرت لمواكبة الحدث الأبرز على الساحة الرياضية البحرينية، ومثلما كان هناك من يقود الانتصارات على أرض الملعب، كان هنا في وزارة الشؤون الإعلام من يقود العملية الإعلامية دعما للرياضة البحرينية. بالفوز التاريخي لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في كأس الخليج 24، وزارة الشؤون الإعلام بشتى إداراتها وقنواتها واكبت ودعمت الحدث الأبرز منذ أن رفع أبناء البحرين الكأس، وهذه الجهود يثني عليها القاصي والداني، إذ خصص تلفزيون البحرين حلقة خاصة استضاف فيها لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، وكانت حصيلة هذه الحلقة مبلغا تجاوز 1,600,000 دينار بحريني تكريما لأبطال الخليج. لكن الاتصال الحقيقة، يعني أنا ترى شكرت المنتخب وايد، خلاص كفاية زيادة عن اللزوم، قاموا بالواجب وما قصروا. أنا متصل أشكركم أنتوا وأشكر طاقم التلفزيون اللي سهروا وتعبوا وغطوا وقعدوا خلف الشاشات ساعات. إذا احنا بنقول الجندي المجهول، فأنتم حقيقة الجنود المجهولين في هذا المجال. يعني ما قصرتوا أبدا لا في تغطيتكم للمباريات ولا في التحليل ولا في المسيرة ولا في الاحتفالات ولا حتى في هالبرنامج الطيب. جهود وزارة شؤون الإعلام لم تكن فقط في يوم استضافة اللاعبين، بل سبقها المجهود أيضا في التغطية المتواصلة منذ اليوم الأول للبطولة وصولا إلى مسيرة المنتخب التي انطلقت من مطار البحرين الدولي إلى حلبة البحرين الدولية للفورمولا 1. وسبق كل ما ذكر التغطية الخاصة في يوم فوز المنتخب، وذلك من خلال حلقة خاصة بثها تلفزيون البحرين بعد تتويج المنتخب ونشرت الأخبار الخاصة والتي تناولت الإنجاز الرياضي الكروي بمجموعة من التقارير التي أبرزت هذا الإنجاز الرياضي المهم. حفظ الله البحرين وأدام عزها ونهضتها وإنجازاتها، وتصبحون على فرحة وطن.